مرحبا بكم. في الوقت الذي تنتشر فيه التكنولوجيا لجميع أنحاء العالم ودخلت كل البيوت، يعيش معنا على سطح هذه الأرض بعض القبائل البعيدة تماما عن هذا التقدم. أليس هذا أمرا غريبا؟ ولكنها الحقيقة، يعيش معنا في هذا العالم حتى الآن بعض القبائل التي لم تعرف هذا التقدم. في هذا الفيديو سنعرض لكم بعض هذه القبائل، ولكن قبل البدء بالفيديو دعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. قبيلة سنتنال، دائما ما يتحمس الناس لمعرفة البلاد والثقافات الغريبة، ومع ذلك تعيش قبيلة في جزيرة لم يجرؤ أحد على زيارتها من قبل. يحظر على الناس زيارة جزيرة سنتنال الشمالية، إحدى جزر المحيط الهندي، وذلك نتيجة سكانها الغجريين، حيث تهاجم هذه القبيلة أي أجنبي يحاول الاقتراب من جزيرتهم. ولكن هذا المكان لا يكون خطرا فقط للسياح، بل أيضا لأهل القبيلة. سكان هذه الجزيرة ليس لديهم مضادات للأمراض الحديثة، ولذلك أي مرض يأتي مع هؤلاء المارين يمكن أن يتسبب في هلاك جميع أفراد القبيلة. اكتسبت إجراءات الدخول للجزيرة سرعة في القرن 19، ففي عام 1981 هاجم سكان الجزيرة سفينة بنما عندما كانوا يحاولون الهرب من الغرق. حاول السياح الاقتراب من الجزيرة محضرين معهم الهدايا ساعين لتكوين صداقات معهم، ولكن لم يرحب بهم وحبسوا بعيدا عن الجزيرة نتيجة قذف القبليين الحجارة والسهام. لم يسمع عن الجزيرة أبدا، ولأنهم لم يتحدثوا أو يتأثروا بالعالم الخارجي. من المحتمل أن تكون العلاقة الوحيدة لديهم مع العالم الهندي في عام 1991، ولكن بعدها بفترة قصيرة قرر رؤساء القبيلة وقف الزيارات، وحذروا حكومة الهند من الذهاب إلى الجزيرة مرة أخرى. هذا ليس من أجلهم فقط، وإنما نتيجة خطورة انتشار الأمراض المعدية. ومنذ هذا التاريخ لم يقم أحد قط سواء بزيارة سياحية أو حتى علمية. وفي عام 2004 هاجمت قبيلة سنتنال بالسهام كل الطائرات الآتية لمساعدتهم ومعرفة ما إذا مسهم ضررا من التسونامي. كذلك قاموا بقتل الصيادان اللذان اقترب جدا من الجزيرة. يبدو أن جزيرة سنتنال الشمالية كانت وستظل خارج الحسبان حتى يتم حماية السياح الذين يزورون القبيلة وشعبها من الأمراض. وهكذا يستمر الغموض الذي يحيط بالجزيرة بدون هوادة. قبائل غينيا الجديدة، دعونا نذهب إلى مكان على الأرجح أنه غير معروف. ليس فقط القليلون لا يعرفوه، بل الكثيرون. ولكن كل قبيلة لها عادات وثقافات غير معروفة بنسبة كبيرة، نتيجة المعلومات القليلة جدا عن الريف والمعالم الغير واضحة والشخصيات الغير مفسرة في التقارير الموجودة عن أكل لحوم البشر. أثناء البحث عن أي قبيلة يعتقل البعض أو يضيع في الطريق. مثال: في عام 1961 خرج مايكل بنية البحث عن جزء مفقود من قبيلة ما. انفصل الوريث الأمريكي أحد الأغنياء عن مجموعة الباحثين فهزمته القبيلة واعتقلوه. تعمل حكومة البرازيل على حصر عدد الأشخاص الذين يعيشون بمنطقة الأمازون. تطير الطائرات بانتظام في الغابة لالتقاط صورا على أمل حصر ومعرفة الأشخاص الذين يعيشون بها. الطيران باستمرار يظهر نتائج عجيبة، وأحيانا يحدث بطريقة غريبة. وفي عام 2007 امرأة غير معروفة ألقت بالسهام على الطائرة الاستكشافية فأصبحت فجأة تحت إطلاق النار. وفي عام 2011 نجح مسح القمر الصناعي في وجود البعض للعيش في منطقة لا يظن بها العيش أبدا. اتضح أن تلك الآثار لأناس كانوا يعيشون فيها. قبيلة بيرو، التقت إحدى المجموعات فجأة بأفراد قبيلة لم يعرفوا أنفسهم أثناء التجول بغابات بيرو. حاولت القبيلة التواصل معهم، ولكنهم لا يفقهون الإنجليزية ولا الأسبانية. وبعد قليل تراجعوا وتركوا السياح في حالة اندهاش. نتيجة البحث في أماكن بيرو، لاحظ علماء الأنثروبولوجيا رصدهم من قبل إحدى هؤلاء القبائل. كان العلماء يعرفون أصل هذه القبيلة وكانوا يبحثون عنهم منذ سنوات. فماذا حدث؟ وجد السياح هذه القبيلة دون بذل أدنى مجهود. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.